البداية كالعادة من الصحف القومية المصرية، والبداية أيضا كالعادة من صحيفة الأهرام، حيث نستعرض على صدر صفحتها الأولى السيسي يقول: استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب وتخفيض يصل إلى 50% في اشتراكات المترو، فيما الأهرام ارتأت أن تذيل صفحتها الرئيسية بمجزرة إسرائيلية في غزة مع افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة. بطبيعة الحال صمت رسمي مصري كامل لكل ما يمت للقضية الفلسطينية والمجزرة التي وقعت بالأمس بصلة. لا حديث للسيسي حول هذا الموضوع ولا تصريحات تدل من قريب أو من بعيد على اهتمامه بهذه القضية إن لم يكن متورطا فيها. نتحول إلى صحيفة الأخبار هذه المرة، حيث نتابع أيضا خلال لقائه وزراء الشباب والرياضة العرب الرئيس استراتيجية عربية لتحصين الشباب ضد التطرف. كل لقاءات السيسي بالأمس ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بالمجزرة الإسرائيلية التي أشارت إليها الأخبار في الذكرى 70 للنكبة. وغدا مؤتمر الشباب الخامس، والسيسي يجيب عن تساؤلات المواطنين ضمن مبادرة اسأل الرئيس، تلك المبادرة التي أعلن عنها السيسي لكي يتلقى أسئلة الشباب، فيما تحولت هذه المبادرة إلى عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الأسئلة الساخرة من قبيل أنت اتولدت زينا ولا انطرحت، لكن هناك أسئلة جوهرية وجهت لعبد الفتاح السيسي من قبيل مثلا: أين دورك في القضية الفلسطينية وأنت رئيس مصر؟ كيف تغفل الحديث حول المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا فلسطينيا بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ وأسئلة أخرى وجهت إلى عبد الفتاح السيسي من قبيل مثلا: كيف شعورك وأنت فزت بانتخابات وهمية أقصيت فيها المشاركين وهمشت فيها كل المنافسين وأتيت بكل من يمكن أن تأتي به في الدولة ووظفت كل طاقات الدولة لكي تفوز في معركة انتخابية مسرحية هزلية خاسرة بالتفيهة؟ ما هو شعورك أيضا عندما تتحدث حول هموم المواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم فتفرض عليهم 7 جنيهات لتذكرة المترو؟ هذا غيض من فيض الأسئلة التي وردت لعبد الفتاح السيسي في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا أدري إن كانت ستصل إليه أم لا. على تحال أيضا نتحول إلى صحيفة أخرى، وهذه المرة المصري اليوم: يوم أسود في فلسطين، عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال في ذكرى النكبة. أمريكا تنقل سفارتها للقدس، وأبو مازن: السفارة بؤرة استيطانية واجتماع طارئ للجامعة العربية. وفيما أنت تقرأ اليوم الأسود في فلسطين، إذا بالمصري اليوم تطالعك في صدر صفحتها في خبر يعني كلمات بسيطة: البرلمان يوافق على قانون جرائم الانتخابات. هذا القانون الذي يعني أحد بنوده ربما البسيطة أنك عزيزي المشاهد بدءا من هذا اليوم أصبحت مراقبا، فمن حق الدولة أن تفرض على مزودي خدمة الإنترنت وفق هذا القانون الذي تم إقراره بأن تحتفظ هذه الخدمات وهذه الشركات ببياناتك لمدة 180 يوما. 180 يوما تحتفظ هذه الشركات ببياناتك، بكل المكالمات الصوتية التي أجريتها، بمحتوى الصفحات التي تصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 180 يوما، ومن حق أجهزة الأمن أن تطلع عليها في أي وقت، وليس من حق مزودي خدمة الإنترنت الاعتراض. إذن مزيد من القيود وفرض الرقابة على أي نفس ممكن أن يتنفسه المواطن في مصر هذه الأيام. أيضا في المصري اليوم: 20,000 اشتراك جديد في المترو خلال اليومين، وبالطبع هذا على وقع عاصفة من الحملات الإعلامية. كل تقريبا مواقع أو برامج التوك شو في مصر خلال اليومين الماضيين كانت مسخرة لقضية واحدة فقط: تريد أن تهرب من غلاء أسعار تذكرة المترو، اعمل اشتراك في المترو. حتى أن وزير النقل كان له تصريح سخر منه الكثير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما قال بأنه بلاش تشحن موبايلك، وبدل ما تشحن موبايلك اعمل اشتراك للمترو. إن لافت أن اشتراك المترو حتى يصل إلى شرائح أيضا قد تصل إلى 1,000 جنيه ربما في السنة، وبالتالي لا ندري أي حل قدم في هذا السياق. على تحال نتحول إلى صحيفة أخرى معنا، صحيفة الشروق، وأيضا أبرزت العنوان الرئيسي: أمريكا تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة وإسرائيل ترتكب مجزرة في غزة، والسيسي يبحث مع رئيس المخابرات الداخلية الفرنسي تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وحوار أجرته الشروق مع أحد رجال الأعمال حول تحديات تواجه الاقتصاد المصري، والداخلية تشن حملات على بائعي تذاكر المترو في السوق السوداء، وزير الكهرباء يقول
عقود الضبع النووية هي الأفضل في العالم من حيث السعر والتكنولوجيا وشروط التدريب، والشيطان بطبيعة الحال يكمن في تفاصيل هذه الصفقة مع موسكو. نتحول إلى صحيفة أخرى، هذه المرة صحيفة الوطن، وأيضا أجرت تحقيقا حول محافظة الإسماعيلية بلد المقاومة وعروس القناة، مسابقة لملكات الجمال مع موسم حصاد الفراولة، والعفن الهبابي يدمر أشجار المانجو، يعني حتى المانجا الإسماعيلاوي باتت في خطر، يعني يا للأسف. الاتحال أيضا الوطن، الاحتلال الإسرائيلي يحتفل بنقل السفارة الأمريكية للقدس بمجزرة للفلسطينيين، وصلاح يكتب التاريخ بحصوله على الحذاء الذهبي كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. أخيرا نتحول إلى صحيفة اليوم السابع، وأيضا مجزرة يوم العودة، استشهاد 43 فلسطينيا، طبيعة الحال الرقم وصل إلى 61 وأكثر، وإصابة 1700، الرقم وصل إلى 2700 برصاص الاحتلال، وما زالت المذبحة مستمرة، ومصر تحذر من التصعيد. لم نرى هذا التحذير بشكل أو بآخر، أو بما يدل عليه أن مصر تحذر من أي شيء على الأقل في الوقت الحالي. إذا مشاهدينا، كان هذا هو حال الصحافة المصرية لهذا اليوم، تنديد وشجب واستنكار بالمجزرة التي وقعت للفلسطينيين في يوم العودة، دون أن يصاحب ذلك رد مصري رسمي على أرض الواقع، فيما انشغل عبد الفتاح السيسي بحضور مؤتمرات ومحاكاة للاتحاد الإفريقي ومؤتمرات لوزراء الشباب والرياضة العرب، وأنا في واد وأنت في واد، وكم بين مريد ومراد. هيا إلى جولة الصحافة.